السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا بنتكلم من شوية عن قضية التحرش وعن الوقفة اللي موجودة وهتتعمل بكرة. طبعا احنا حاسين وشاعرين في خلال الاسبوع اللي احنا فيه ده ان في حالة من حالات الاستنفار الامني موجودة على جميع الجهات وفي مختلف المحافظات، حالات موجودة لإزالة المخالفين والباعة الجائلين. وامبارح كنت بتكلم بقول للباعة الجائلين، لان فيهم طبعا ناس كتير هم مواطنين مصريين بيحاولوا يرتزقوا باي شكل من الاشكال بلقمة حلال، لكن قلت له يا اخي وبقول تاني يا اخي، انت احيانا كنت بتبقى واقف على الرصيف وده من زمان، وبتيجي البلدية وبتشيل الازالات او الاشغالات اللي موجودة وكانت الناس بتتفاعل معاك، لكن انت نزلت في نهر الطريق وقفلت حارتين من الثلاث حارات في الشارع. فالشغل والجهد اللي حاصل ده في الشوارع هل هيستمر ولا برضو زي ما بنتكلم على الوقفة بتاعت بكرة فورات وانتهينا؟ معايا عبر الهاتف سيادة اللواء كمال الدالي مدير أمن الجيزة. أهلا يا فندم. أهلا بحضرتك يا مستر. إزاي حضرتك يا فندم؟ أهلا بحضرتك. يعني طبعا جهد مشكور اللي بيحصل، لكن حضرتك قول لنا هذا الجهد هيستمر معانا ولا هتبقى فترة والولاد دول هيرجعوا تاني والحالة تعود كما كانت؟ مساء الخير على حضرتك وتحياتي للساده الضيوف. بالنسبه للحملات دي حضرتك بتوجهات السيد الوزير، احنا ماشيين على محورين. المحور الاول اعاده الانضباط للشارع المصري من خلال حملات انضباطيه يوميه بالميادين والشوارع الرئيسيه بدائره اسم مديريه امن الجيزه نطاق بتاع القطاع. نعم. وده تاتى من خلال اداره شرطه المرافق ظهور الجيزه وضباط القطاع المكاني، السيد اللواء نائب مدير الامن والقطاع المختص ومامور الاسم وضباطه ونظامه المراحل. نعم. ودي حضرتك بنرفع الاشغالات على الاسفلت في نهر الطريق وعلى الارصفه، وفي ذات التوقيت بالنسبه لسابق بوكر تنظيم الحركه المروريه في السوق التامه من خلال المحاور الجديده اللي تم فتحها في بعض المناطق في الجيزه مؤخرا خلال العده اشهر الماضيه. ودي حضرتك يعني في تعاون مع المواطنين وبنتعاون معاهم في نفس الوقت بالتنسيق مع السيد الدكتور محافظ الجيزه لاهداف اماكن بديله لبعض البائعه الجائلين اللي بيزوروا انشطه منذ فتره. على المحور الاخر حملات على البؤر الاجراميه. نعم. على مستوى المدينة دي بتبقى نهارية وليلية. نعم. طبعاً الجغرافية دايرة كل اسم ومركز والنشاط الإجرامي، وبنركز على النشاط الأكره خاصة دي. طيب سيادة اللواء، يعني طبعا هذا الجهد برضو مشكور، وبنقول ان احنا يعني عارفين ان محافظة الجيزة دي يمكن تكون اكثر صعوبة من محافظة القاهرة في ظروفها بشوارعها الضيقة بتفريعاتها بعدم التخطيط اللي كان موجود في فترة البناء بتاعها اللي فاتت. البؤر الاجرامية التعامل معاها طبعا احنا حسينا في خلال السنة اللي فاتت انتوا تعاملتم معاها بصعوبة شديدة جدا ولكن نجحتم فيها، هل هيبقى ده على رأس الاولويات؟ باذن الله استاذ اسامه، يعني طبعا في بعض المناطق في بعض دوائر الاقسام والمراكز بتحتاج استهداف مستمر وحملات لتلك البؤر بصفه مستمره لضبط المسجلين جنائيا والمفرج عنهم والعناصر الخطره اللي بيزاولوا نشاط السرقات، خاصه السرقات بالاكراه او سرقات الطريق العام بالاكراه. نعم. ودي اللي بنركز عليها مهمه، ودي في مجال المنع احنا موجود اقوال امنيه على الطرق والمحاور عندنا، من الطرق الرئيسيه عندنا بنتكلم في 8 9 طرق تقريبا. أيوة. لتضامن وبعد المسافات للطرق الواصله بين الجيزه وحوالي 10 محافظات متاخمه لحدودنا. وبالنسبه لحضرتك للمحاور الاربعه الرئيسيه اللي موجودين في نطاق امن الجيزه. نعم. موجود الاقوال الامنيه على مدار اليوم، بالاضافه لحملات بيتم تكثيف التواجد الموجود من الاطراف المختصه والاقسام المختصه. طيب سياده اللواء، في يعني عندي استغاثه لحضرتك، حضرتك تتذكر الحادث اللي كان حصل على المحور 26 يوليو في 1 فبراير اللي فات للدكتور احمد عماره
ونجلو اللي توفاهم الله وأصيبت زوجته ونجلو الآخر، حضرتك متذكر هذا الحادث طبعا؟ طبعا. طب يعني أسرة الدكتور عمارة يعني توصلوا هم من خلال جهاز تنظيم الاتصالات وشركات المحمول اللي ارتكبوا هذا الفعل عن طريق تتبع التليفون المحمول، وعندهم الأسماء بالأرقام القومية، وهناك يعني في طلب ضبط وإحضار من النيابة. أولا إيه اللي تم فيه، ونتوقع أن نغلق هذه القضية اللي أرقت الناس إمتى فن؟ ان شاء الله قريبا يعني هنتفق مع المدير الواحد ومجموعه الاعمال المشكله، وكان في تواصل مع الدكتور والده. نعم. الناس المحترمه يعني، وانا قلت له في اي وقت مكتبي مفتوح وتليفوني مع حضرته لو في اي معلومات جديده نضيفها لفريق البحث بحيث يكملوا يعني. نعم. ان شاء الله نطمن حضرتك قريبا عليها. ده هم عندهم الارقام بالاسامي بالارقام القوميه بتاعت الناس دي وما الى ذلك، هل هناك صعوبه في الوصول ليهم؟ لا ان شاء الله، طالما دي متوفره ما فيش صعوبه يعني، واعتقد الضباط شغالين فيها يعني. احنا يعني ثقتنا كبيره جدا في حضرتك، في اللي حضرتك بالذات السنه اللي فاتت دي شفناك بتشتغل يعني ليل ونهار ومعاك حضرات الضباط وكل الجنود وصف الضباط في الشرطه. نتمنى ان شاء الله ان كل حاجه تكون بالشكل اللي يرضيكم وهو بالتالي اللي يرضينا باذن الله. بشكرك سيادة اللواء كمال الدالي مدير أمن الجيزة. يعني كانت بداية كده يعني نحن ابتدينا فيها أننا ننظر إلى حالنا في إعادة الأمن والانضباط لبلدنا. برحب بضيوفي الكرام سيادة اللواء نصر سالم أستاذ العلوم الاستراتيجية، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك. وبرحب بالشيخ خالد الزعفراني القيادي السابق بجماعة الإخوان والباحث في الشؤون الإسلامية، أهلا بحضرتك يا فندم. والكاتب الصحفي والصديق العزيز الأستاذ أحمد الفاس، أهلا بحضرتك يا فندم. داعش دولة الإسلامية في العراق والشام تدق على أبواب بغداد بقوة، والولايات المتحدة الأمريكية ترسل رسائل طول الوقت يعني متباينة. امبارح اخذت من صديقي الاستاذ احمد رفعت كلام كان كتبه في فيتو، وانه يتوقع ان كل ما يحدث الان على ارض الواقع هو مخطط امريكي لكي تعود الولايات المتحده الامريكيه لاعاده احتلال العراق ويمكن بالمره سوريا، صح ولا ما فهمت غلط؟ ده مظبوط. بنيت فكرتك على اساس ايه؟ ولا اسمح لي بس يعني اهني حضرتك بالعيد الميلاد الاول للقاهره 360 حضرتك وكل اسره البرنامج الاعزاء. في نفس المكان من 6 شهور كنت مع حضرتك هنا، وكنا في حلقة عن بعض التصور عن المؤامرات التي تحاك ضد الفريق السيسي أيامين. نعم. وفي أثناء الحوار تمدد الكلام إلى عبارة أنه الاتفاق الأمريكي الإيراني اللي تم مواجهة أساسا لدول الخليج بعد موقفهم من حراك 30 يوليو اللي حصل أو ثورة 30 يوليو. بالحرف كانت الأستاذة فريدة الشباشي هنا، حضرتك سألت معقولة الاتفاق الخليجي الإيراني الأمريكي يكون سببه 30 يونيو؟ الأستاذة فريدة بكل قوة حضرتك تتذكر قالت نعم طبعا، و 30 يونيو ده هيغير مسار العالم. قبل الحلقة دي بكام شهر كنا في حلقة أخرى هنا عن سوريا، كان موجود أستاذ سليمان الحكيم وأستاذ جمال سلطان حضرتك تتذكر طبعا، وأنا قلت بالحرف إنه تقريبا العراق مقسم يعني على الأرض مقسم، وضربت مثل انه ممثله العراق في احدى المسابقات الغنائيه مكتوب في تعريفها كردستان العراق مش ممثله العراق. داعش يعني تنظيم عامل اشبه الى حاله الاخوان المسلمين ايام مبارك، يعني خطر على الكل ومفيد للكل. مبارك بيستخدم الاخوان للتلويح لامريكا انه البديل بتاعي خطر ومرعب، امريكا من بعيد بتضحك وبتقول انه انت مش فاهم حاجه، احنا عايزين دول اصلا لان دول الطريق الوحيد لتفتيت المنطقه دي. الاحزاب السياسيه بتبص للاخوان وتقول لمبارك تعاون معانا دول خطر عليك، وحتى المعارضه اليساريه ممثله مثلا في حزب التجمع كانت بتقول يعني وفضلت الدخول في صراحها الجذري مع الارهاب او مع الاخوان، واجل صراحها السنوي مع نظام مبارك وعمل الدكتور رفعت سعيد يعني ايه تعاونه المعروف. النهارده في 3 متغيرات في المنطقه بتاعتنا. النفوذ الروسي اللي ابتدى يظهر تاني بكل قوه، التعاون المصري الخليجي وخروج الخليج
تقريبا من النفوذ الامريكي نجات مصر وسوريا من المخطط. نعم. كل ذلك خلى امريكا تعيد التفكير من تاني انه نفوذها بيضيع، وجودها في المنطقه على المحك، العوده الى المنطقه ضروريه. نعم. داعش زي ما ضربت مثل بانها الاخوان ايام مبارك، هي في المنطقه هناك خطر على الكل ومفيده للكل. نعم. هي في سوريا وظفتها سوريا، اقنعت العالم كله ان المعارضه هناك ارهابيه، يعني لولا داعش وجبهه النصره كنا لسه في مساله انه المعارضه هناك معارضه مشروعه وشريفه الى اخره. نعم. في المالكي كلنا دلوقتي ابتدت الاخبار تيجي انه جيش صدام القديم هو من يحقق انتصارات على الارض وليس داعش، لكن لما مالكي يقول ان داعش هي اللي بتحقق انتصارات والحاول العراق من الارهابيين يبقى مبرر ان امريكا تفكر في العوده مره اخرى. عوده امريكا الى العراق من السعوديه مستحيل، من الكويت صعب، من الاردن طبعا بعد تهديد داعش الاردن صعب جدا، سوريا مستحيل، ايران طبعا تفكير غير منطقي، ما فيش غير تركيا، وعشان كده تركيا هي الدوله الوحيده اللي القنصليه بتاعتها داعش اقتحمتها وحطمت محتوياتها وكسرت. يعني ده ملخص للتصور اللي هو مختلف عن كل ما يشاع في العالم انه الحقوا العراق الارهابيين جايين وهيحتلوا العراق. طب عايز اعرف راي حضرتك سياده اللواء مع رساله جايه من ايمن حسن بيقول اوباما قال النهارده العراق دوله ذات سياده ومش هندخل العراق، وداعش في الموصل بتهدد حدود الكويت، والسيسي قال مسافه السكه شكلها متظبطه لاحراج الرئيس. الكلام ده اتردد وفي كتير بياخدوا ايه رؤوس المواضيع ويبنوا عليها تقديرات. ليس هكذا تدور التقديرات. نبص بس على ايه، على المسرح. انا بتفق مع الاستاذ احمد ان في من يحرك هذه الرقعه كما تحرك قطع الشطرنج. تمام. وهو الجانب الامريكي. الهدف هو السيطره على المنطقه والسيطره عليها باضعافها وجعل اسرائيل هي السوبر باور بتاع المنطقه وهي من المندوب الامريكي في المنطقه. تمام. هي امريكا كانت المنطقه في مرحله ما تمثل ليها قيمه اقتصاديه كبيره. نعم. تمام. دلوقتي لم تعد نفس القيمه الاقتصاديه، يعني هي كانت امريكا بتاخد 60% من بترول العالم، رغم ان هي تعدادها بالنسبه للعالم 4.6 من تعداد العالم كانت بتاخد 60%. نعم. دلوقتي بعد ظهور البترول في امريكا بقاش ايه تعول او على المنطقه، والصين بقت تاخد 51% لوحدها من بترول العالم دلوقتي. فاذا هي مش عايزه المنطقه، يعني عايزه نظام الارض المحروسه بقى او المحروقه، تسيبها خربانه ما يجيش بقى الصين وروسيا والناس دي تحط ايديها فيها. لا، انما هتفتتها ككيانات صغرى لتكون في امكانيه اسرائيل. ده رقم واحد. بدات الاستراتيجيه بتاعتها باستخدام اليات اللي هي التنظيمات التكفيريه اللي هي زي الاخوان المسلمين في مصر، زي داعش والنصره في الشام وفي العراق، زي انصار السنه او انصار الشريعه. دي التنظيمات اللي كانت ايه، وكان الاساس اللي بيقود لها العمليه هو الاخوان المسلمين. بعد 30 يونيو اختلف النظره واختلفت الهدف واحد، ولكن كان بعد 30 يونيو وبعد استخدام الامريكان لهذه الاليات للتنظيمات الارهابيه، ان لقينا ان روسيا بدات تدخل في المسرح وتتواجد بقوه، ايران بدات تصعد مره اخرى وخاصه بعد ان المساعده الروسيه ليها، مصر خرجت من العباءه الامريكيه ولم تعد 99% من اوراق اي حلول في مصر مرتبطه بالولايات المتحده، الجزيره العربيه نفس الكلام. فبدات ايه تغير الاستراتيجيه مع بقاء الاهداف. ازاي؟ ان هي تستخدم، يعني الكلام اللي احنا ناخد برضو نكمل اللي حصل، اتفاق النووي الايراني ده استراتيجيه جديده، الاتفاق اللي هو السوري او نقول جنيف 2، ده كل دي استراتيجيه ان تتعامل مع دول وليس مع تنظيمات. ده انا بس عايز ادخل للي بيحصل النهارده. نعم. في العراق. تمام. دي استراتيجيه جديده هتدخل فيها انها تتعامل مره اخرى. طيب عشان تتعامل مع ايران النهارده، عشان يبقى لها نفس الوجود، ايران تتعامل مع منطقه الشام والعراق بالذات او نقول المنطقه العربيه بنظريه رجل المطافي الذي لا يريد ان يطفئ الحريق
ولا يريد ان يتركه يلتهم كل شيء، ولكن يريد ان يشهر العالم في هذه المنطقه ان هو محتاج له في كل وقت. فالنهارده ايران كسبت اوراق استراتيجيه في العراق مع المالكي في الوجود الشيعي هناك لمرحله ما، وبتعرض دعم تمام تدعم. ايوه بدات العراق تخرج من العباءه، وهكذا تخيلت انها تخرج من العباءه الامريكيه. ايران تصورت هذا. لما انا اجي النهارده مع الاتفاق النووي والاسبوع الجاي في وفد الماني رايح اللي هو في اطار الاتفاق 5+1 يتفاوض مع ايران نفس الاتفاق الايراني، نعم في اوراق عايز اضغط بيها على ايران النهارده، لا اللي انت كسبته في العراق لا اهو خلاص نتيجة 1-0 مش لصالحك. فلما يقوم داعش النهارده في العراق واللي بكل اللي بتعمله ده ضد الشيعة والجيش العراقي ينسحب رغم ان هو الاقوى ويترك اسلحته قدام شويه جماعات ارهابيه وفي ما فيش 24 ساعه وياخدوا السلاح ده يودوه على سوريا محافظه نينوى بالكامل وبالمره البشماركه بتوع كردستان، نعم يستولوا على كركوك ويوسعوا ياخدوا النقط اللي كان عليها خلاف. هندخل في التفاصيل دي، عندي بس خبر عاجل من قناه العربيه ان مسلحين من داعش بيحاصروا قاعدة سبايكر العسكرية الأمريكية في تكريت العراقية وبيحاصروا أكتر من 100 جندي بيها وسط اشتباكات بين داعش والمسلحين. هي نفس النقطة بس عشانها إن هنا بنقول إيه؟ أنت يا عراق أنت محتاج لأمريكا، والكلام اللي قاله الرئيس الأمريكي هو مش هيتدخلوا بقوات على الأرض دلوقتي مش مطلوب خالص، لكن يقدر يضرب ولكن بالقوات الجوية بالقصفات الصاروخية. ليه؟ عشان زي ما بيقول رجل المطافي اللي مش هيخلي النار تاكل كل حاجة إنها في نفس الوقت، لكن مش هيدخل يخلص الحاجة، هيضعف داعش. لا 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 هيضعف داعش فقط ليبقى الميزان كله في إيده هو. ده اللي منتظر من أمريكا. طيب. واللي بيحصل في نفس السياق. عايز اسال شيخ خالد، احنا طبعا عمالين نسمع عن حرب شيعيه سنيه، والنهارده روبرت فيسك كاتب الاندبندنت عمال بيقول ان الرابح الوحيد من هذا الموضوع هو المملكه العربيه السعوديه، وان المحور السني هو الذي ينتصر في هذه المرحله، ووجه مجموعه من الاتهامات الحقيقه الخارقه كده، يعني من خارقه من ناحيه ان هو رجل اخرق للمملكه العربيه السعوديه في انها ده هي السعوديه اللي بتعمل كل ده مش الولايات المتحده الامريكيه. بمعرفتك بتركيبة الناس من عين الداعش وغيرها من التنظيمات، شايف الناس دي تبع لمين وعايزة ايه وهتوصل لإيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو نعيد زي ما بيقولوا ساعة الزمن إلى الخلف قليلا، يعني للعصر الإسلامي الأول، وده تاريخ بيدرس، بتدرسه أمريكا وبتدرسه كل الدول، إن الدولة الإسلامية اللي قامت سواء كانت الدولة بعد الخلفاء الراشدين الدولة الأموية أو الدولة العباسية كان فيه مجموعة من الفرق الإسلامية اللي هي الخوارج كانت بتقلق هذه الدولة، يعني بتسبب لها انقسامات وبتشن حرب عليها، وهذه الفرق ما نشرتش الإسلام أو ما قامتش بأي حروب ضد دول مش إسلامية، لكن سهامها كلها كانت موجهة للدولة الأموية والدولة العباسية. الأفكار ديت هي نفس الأفكار اللي موجودة في أفكار داعش وجيش النصرة والقاعدة، هي أفكار الخوارج وأفكار التكفير. البريطانيا نفسها درست الإسلام السياسي، ولورانس العرب مشهور وأنها استطاعت أن يعني تهز الخلافة العثمانية بأنها الشريف حسين، وكان لورانس العرب بيلبس الزي العرب البدوي، وأيضا يعني الحركة الوهابية برضه استطاعت أن تظف نوعا ما، والحركة المهدية، يعني في دراسة غربية وبريطانيا سبقت الدول الأوروبية في استغلال جماعات من الجماعات الإسلامية أو جماعات اللي هي بتحمل فكر التكفير اللي يسمى فكر الخوارج. جماعة داعش هي زي ما احنا السادة المحاضرين عارفين والسادة المشاهدين ان هي كان أبو مصعب الزرقاوي أنشاها، ودلوقتي أحد قادتها المشنة أبو بكر البغدادي. أبو مصعب الزرقاوي ده كانت أفكاره تكفير اللي هو قتل، والقاعدة تبرأت منه، نفس القاعدة قالت ده أفكاره تكفيرية ما تشابهش أفكار القاعدة، يعني ده فكر تكفيري واضح، فكر فج لا يمكن أن يلتقي مع أهل السنة قبل الشيعة. يعني هو مشكلة لأهل السنة مش كما يدعون أنها السعودية تكون السعودية من أكثر الدول التي يعني عانت من تنظيم القاعدة ومن التفجيرات الإرهابية وسببت لها مشاكل كثيرة جدا التنظيمات، فلا يمكن السعودية تكون هي مستفيدة من هذا التنظيم. هذا التنظيم داعش عدو للسنة كما هو عدو للشيعة كما يزعم. التنظيمات دي بتسبب
قلق، يعني تنظيمات تفكيرها مضطرب وتصوراتها وتصرفاتها مضطربة، يعني ليست لها خطة ثابتة، ليس لها عدو محدد. هي كانت في الماضي وظلت شوكة في الإسلام الطبيعي المستقر، الإسلام البسيط السني السلس، دي شوكة قلق يعني دايما. والأمريكان وكل أعداء المنطقة وكله بيستغلها، زي سيادة اليوم قال، بيستغل هذه التنظيمات لأغراضه الخاصة أكثر من جهة تستطيع أن تستغل هذه التنظيمات. نعم. طب اسمح لي حضرتك معايا عبر الهاتف الكاتب والباحث السياسي الأستاذ كفاح كريم. أهلا أستاذ كفاح. أهلا وسهلا يا مرحبا. أهلا بك. يعني الحقيقة وإحنا قاعدين بنتناقش بنتكلم على ما تقوم به داعش الآن، وأنها هل هي أداة في أيدي الأمريكان، هل ما تقوم به هي أداة في أيدي أطراف أخرى، هل ما يحدث على أرض العراق في هذه اللحظة هو جزء من مخطط تآمري كبير على العراق كما هو على المنطقة؟ يعني بداية لنكون أكثر وضوحا في هذا الموضوع، أنا أعتقد سوء الإدارة، سوء إدارة السيد المالكي اللي دفت الحكم في البلاد منذ 8 سنوات انتجت الكثير من الخروقات والكثير من التنظيمات، بل إنها شجعت على نفور عام لدى الأهالي خصوصا في المثلث السني في المحافظات الموصل، صلاح الدين، أجزاء كثيرة من كركوك، الأنبار، ديالى، بحيث تم تهميشهم أو إشاعة نوع من الشعور لديهم بالإخفاء والتهميش ومن ثم التنكيل بالكثير منهم. هذا شجع كثير من المنظمات المتشددة والمتطرفة سواء كانت داعش أو غير داعش على النمو في هذه البيئة. أقل مؤخرا لا يمثل داعش فقط، هناك من تحالف مع داعش من بقايا النظام السابق، حزب النظام السابق وهو حزب البعث العربي الاشتراكي. هناك فصائل أخرى تطلق على نفسها اسم فصائل ثوار الموصل أو ثوار الأنبار، وهم الذين كانوا يقودون الاعتصام منذ سنتين في الأنبار وفي الموصل، وتم غلق منابرهم واعتقال الكثير منهم. أنا أحب تماما. هناك أيضا فصيل آخر من العشائر المستقيمين الذين هم مع إدارة السيد المالكي، هؤلاء كلهم كانوا يتقاطعون مع إدارة السيد المالكي، استطاعوا تحت شعار أدوبة صديقك أن يلتئموا جميعا ويستخدموا داعش لكي تندفع وسط غضب شديد من الجمهور من إدارة السيد المالكي، قطاعات السيد المالكي العسكرية في الموصل وفي الأنبار، بحيث حينما دخلت إلى هذه المناطق كان هناك مزاج عام للأهالي كانت متشنجة أساسا من إدارة السيد المالكي، وبذلك انهارت المنظومة العسكرية والأمنية التي لم تكن محط قبول واختراق. نعم. أنا أعتقد تماما أن المسؤول بالدرجة الأولى عن نمو مثل هذه التنظيمات وفي مقدمتها داعش هي سوء الإدارة التي استخدمها السيد المالكي وطاقمه منذ 8 سنوات في العراق عموما. نعم. بشكر الكاتب والباحث السياسي كفاح كريم محدثنا من العراق. مع كلام الأستاذ كفاح أستاذ أحمد، مع الخبر اللي جاي دلوقتي أن المرجعية الشيعية دعت العراقيين لحمل السلاح ومقاتلة ما وصفته بالمسلحين الإسلاميين المتطرفين السنة بهدف وقف زحفهم المتواصل منذ 5 أيام نحو بغداد. هل هذا هو ما تم التبشير به أنها سوف تكون حرب بين السنة والعراق، وأن هذا هو الحال اللي في الآخر خلاص هيقضي على المنطقة تماما؟ هو في كل الأحوال واضح أنه في دفع إلى سكة الصراع الطائفي، حتى في نوعية وعناوين وصيغة الأخبار. الشيعة عملوا، السنة عملوا، السعودية الملكي استبعد كذا، وهو فعلا وضعني في حالة زي ما قال الأستاذ كفاح، وضعني في حالة من حالات النفور من أساليب الملكي في تهميش السنة وأنصار حتى في الشيعة ضد الملكي، يعني نعم. حتى في الشيعة ضد الملكي، لكن هو في المثلث المتوسط في العراق اللي هو فيه السنة، اللي فيه العشائر النهارده منتفضه، السواعد وخزعل والتميمي والعبيدي واغلب مش داعش لوحده، مش داعش لوحده، بس لو جم الامريكان ضد حكم الملكي وضد حكم الملكي والسلام، لان هم في شعور انه في غبن او ظلم حاصل للسنه في العراق. مش عايزين احنا نطقف يعني ونخلي الصراع طائفي، لكن الواقع على الارض بيقول انه في سنه حاسين
من حكم من ساعة ما حكم الملكي في العراق يمكن أكثر من 6 سنوات إنه في ظلم على أهل السنة في العراق. في نبرة طائفية للملك. في نبرة طائفية. فهنا بقى على ردا على كلام الدكتور خالد. السنة أكثر ناس عارفين إن الفكر التكفيري خاطئ وخارج عن الإسلام واتصدم معه. لكن عندما يحقق داعش انتصارات على رجال الملكي العشائر السنية بتكون في حالة تعاطف أو حيرة. يعني هي تبقى ضد داعش ولا تبقى متعاطفة معه لأنهم يحققون انتصارات على العدو الأساسي أو الخصم الأساسي الحالي للسنة هناك. طيب ومن هنا جاية فكرة أنه الانتصارات اللي بتحقق لو الكلام ده مظبوط عزة الدوري ورجال صدام أو الجيش العراقي القديم لو هو اللي بيحقق انتصارات لو جوم الأمريكان هيضربوا داعش ولا هيضربوا يعني استدعاء الامريكان في اللحظه دي جاي عشان مين يضرب مين فيهم. رساله من مناي بتقول هل الدخول الموصل القريب من الكويت الخطه القادمه لغزو الخليج؟ والدكتور ايمن بيقول داعش هي صنيعه مخابرات دوليه هدفها زعزعه المنطقه العربيه بعد فشل المخطط الاخواني في مصر. هتفضل لحد امتى هذه التنظيمات الجهاديه والارهابيه والمتطرفه شوكة في ظهر كل الأنظمة العربية في الفترات اللي جاية وفي المستقبل؟ احنا مع اذا عرف السبب بطل العجب. في هدف امريكي في المنطقة هي التي تديره ان هي عايزة تفتت هذه المنطقة. لم تجد افضل من هذه التنظيمات التكفيرية لتفتيت هذه الدول من الداخل وباقل مجهود. ربنا رحمنا في مصر ان احنا تخلصنا من هذا مبكرا في 30 يونيو. طيب هل هي هتترك الاخرين؟ لا مش هتترك ولا حتى هتتركنا ولا هتتركنا. ازاي؟ ما هي بتعمل ايه دلوقتي؟ في استراتيجيه اسمها ايه؟ شد الاطراف لاضعاف القلب. ولذلك هتجد العراق، سوريا، ليبيا، اليمن، كل ده بيشد الاطراف بيشد الاطراف عايز يوصل. طب القلب فين؟ مصر، السعوديه ما قدرش ان هو يقتحمهم وما قدرش انه يعمل فيهم اللي اتعمل في العراق او في اليمن او في ليبيا أو. ولذلك كل اللي بيعمل دي هي مقدمه عايز يوصل لمين؟ عايز يوصل لمصر، عايز يوصل للسعوديه. ولذلك احنا بنقول ايه الاخت او الاخ اللي كان بيقول مسافه السكه. مسافه السكه ده امن قومي. الامن القومي المصري لا يبدا من الحدود المصريه ولكن دائما من خارج الحدود. نعم. زي ما امريكا بتؤمن حدودها. بس هي كده مش بتجر رجلينا باللي بيحصل ده؟ لا مش هتجر اطلاقا. يعني ما هو حتى ولو هم عايزين يجروا رجلينا احنا مش بالسذاجه دي ان احنا مجرد ما يحصل شويه تفجيرات او شويه اعمال ارهابيه في دوله من الدول ان احنا نتقدم. احنا قلنا الدول ولذلك هذه الدول ديت لمين؟ دول الخليج او دول السعوديه فيها جيوشها فيها قواتها. لما لو لا قدر الله في حاجه هتتم فيها تفوق قدراتها هي. انما انا لو حاجه في مقدره جيوش هذه الدوله خلاص بتتصرف. نعم. وانا لن اتدخل الا اذا طلبت هذه الدول المعاونه وده. نعم. وده واجب عليا. مش هقدر ايه ان انا اتاخر لحظه. لكن مجرد ما اي دوله من الدول دي هتطلب الامن القومي المصري والامن القومي العربي يستدعي فورا او يقتضي ان انا لازم اتدخل مسافه السكه. نعم. شيخ خالد مين معلش بره الموضوع مين ابو حمزه المهاجر؟ هو قيادات كلها يعني تكفيريه قيادات على الفكر. بس ده واضح ان هو مهم قوي. لسه من شويه جون كيري والاداره الامريكيه حطوا مكافاه 3 مليون دولار لاي شخص يمكنه تقديم معلومات عن ابو حمزه المهاجر اللي وفقا للمعلومات الاستخباراتيه موجود داخل مصر وتحديدا في سيناء. والله يا امريكا دايما بتكبر قيادات الحقيقه وبترصد لها مبالغ والقيادات دي بتكون قيادات وهميه. هو عضو سابق في التوحيد والجهاد والحقيقه وشارك في عمليات ارهابيه 2004 و2006 في سيناء. انا الحقيقه ما عنديش معلومات عنه لكن انا شفت امريكا رصدت ناس وكنت اعرفهم شخصيا امكانياتهم متواضعه جدا واعرفهم قبل ما يتركوا مصر معرفه شخصيه. امريكا الحقيقه بتهولهم. المخابرات المصريه والاجهزه الامن المصريه كانت ببساطه بتقبض عليهم وبتستطيع ان تصل لهم. الهيلمان اللي بتعمله امريكا ده كلها براباندا عشان نعرف ان امريكا دي دوله مش القوه الخطيره اللي هي موجوده. لو هو موجود في سيناء لا يعمل مكافاه يتركوا الامن المصري ببساطه ان شاء الله. هو في سيناء هيوصل له الامن المصري ولا عشان خاطر يكبروا زي ما حضرتك بتقول اسامي تبقى بعد كده اسامي تتظهر لنا انها بالضبط زي مش عارف ابو أنا بكر انا انا يعني مش عاوز اذكر اسامي عشان هي قتلت. اسامي انا عشفتها وقابلتها وانا في السجون من اضعف ما يكون.
وامكانياتها محدوده جدا، امريكا تكبرها وترصد لها، وفي الاخر يعني يعني لو ترك الامن المصري الحقيقه انا الحقيقه يعني نقطه يعني صرعتني وانا بسمع داعش من يومين، شعرت بحجم المؤامره وحجم الظلم الامريكي اللي واقع على الشعب العراقي بغزو امريكا للعراق. يعني وده يخلينا اي امريكا، اي تحركات لامريكا، اي تأييدها، تأييدها للاخوان. يعني انا من الناس من استفزني لما جيت لحضرتك كنا قبل 30 يونيو، نعم، وانا ونبيل نعيم وقلنا للمشيلش اتحرك وجاب لي ربا ان امريكا تأيد الاخوان. امريكا الجرم اللي عملته في العراق والزلزال المتفجر وان الجماعات دي ظهرت بهذه القوه بعد انها عزلت صدام داعش والنصره وكل الجماعات التكفيريه والجماعات التخريبيه اللي ظهرت كانت بعيده عننا في افغانستان، الحقيقه دي يعني لم تاتي لا بديمقراطيه ولا للعراق. طيب يعني المنظمات دي اللي عماله بتطلع عامله كده زي عيش الغراب ده اللي بينتشر كده بالشكل ده، انا هقول كلمه وانهي. هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديث الحقيقه وكانه يرى الواقع على الخوارج بالذات، كلما ظهر قرن قطعه الله، يعني يطلع جماعه وتنتهي تماما. كل جماعات الخوارج دي تطلع، وكانت ايام برضه الصحابه والدوله الامويه والدوله العباسيه كانوا بهذا الكم وبهذه المسميات وهذا العنف وهذا الضجيج وضحكين على الشباب الصغير ده اللي معاهم حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام، يعني يقولون يعني يمرقون من الدين كما يمرقون من الرميه، تحقرون صلاتكم الى صلاتهم، يعني بيصلوا زي ما احنا شايفين ويدعوا زي اللي عادل حباره اللي قالوا باذن الله وان شاء الله ويدبح عساكر براء، يعني كلها بيستخدم الفاظ الدين والرسول. وواحد منهم امن الرسول اولهم امن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اعدل فانك لم تعدل، يعني ابو هؤلاء الخوارج كلهم وكل الجماعات دي قال للرسول صلى الله عليه وسلم اعدل فانك لم تعدل. نعم. يعني نفس الطريقه الصحراويه، الطريقه العنيفه الحاده في فهم الدين. علاء منسي بيسال المنظمات الارهابيه ليه مش بتظهر غير في فترات معينه وتوجد بالوطن العربي خاصه، وهل هذه خطه بديله عن الاخوان في الوطن العربي؟ هم ليه فعلا مش ظاهرين غير في الوطن العربي؟ يعني شوف من المنطقه الموجوده من كراتشي الى الجزائر هي دي منطقه التفجيرات والقنابل والعربيات، يعني حتى مش موجودين في باقي الدول الاسلاميه اللي خارج هذا، اللي هي دي المنطقه المستهدفه، هي دي المنطقه المستهدفه في العالم كله. طب هل 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 وجودهم هل يعني هو فعلا يعني احنا بنبالغ لما نقول دول صنيعه امريكيه؟ انا بفتح كل يوم الجورنال الجرايد اسمع عن مخططات وتم كشفها ومصادر قالت ومصادر وتم احباط مخطط ومخطط جديد، انا تهت من كتر المخططات اللي بيتم كشف عنها بمعدل في خمسه بيكشف عنهم في اليوم في خمس جرائد مختلفين. كصحفي شايف ده ازاي؟ لا يعني زي ما قال الاستاذ خالد يمكن الموضوع قديم، يعني المنطقه في حاله صراع مستمر، المنطقه في حاله اختبار مستمر. الحمد لله مصر يعني بعهد الله في كتبه السماويه في القران والانجيل مصونه ومحفوظه في الاسلام الوسطي الراسخ الازهر، صحيح. وعشان كده احنا طالعين من اختبار الاخر ومن يعني ومن احباط مخطط تمزيق المنطقه من الى اخر، لكن فكره الحركه لسه سائل عليها سيادتي اللي هو فكره استدراج مصر او ان المساله كلها فخ لاختبار يعني قدرة مصر على انفاذ او هذا التحالف الجديد بين الدول العربية وبعضها البعض. ما هو محور مصر الخليج دلوقتي مستهدف طبعا، مستهدف طبعا. افشال المخطط القطري الامريكي عامل صداع عند امريكا وعند قطر في حالة هياج وحالة هستيريا. استدعاء داعش وغيرها لاستبدالهم ودخولهم على الخط مكان الاخوان يعني ما فيش اكتر من كده بروز. فكرة استدراج مصر الى العراق واختبار قدرة مصر على انفاذ كلمة رئيسها اللي هي مسافة السكة ربما تبقى وردة. مصر يعني لسه في حالة نقاة، بتبدأ عهدها الجديد، خارجة من مرض لمدة 3 سنوات، بتلملم نفسها وبتستعيد قوتها على كل المجالات. ربما يبقى مبكر جدا انه مصر تنطلق الى، ولذلك في عده شروط اذا مصر فكرت انها تذهب الى العراق.
لانه طبعا على الفيسبوك وحضرتك شايف المواقع كلها يلا بقى انقذوا العراق ورونا شطارتكم الى اخر المصطلحات. عشان كده بقول انا عندي مستشعر كده تهيج الناس انها تبقى هي عماله طول الوقت استدراج مصر. نعم. اولى الشروط انه يبقى في طلب من الحكومه العراقيه وموافقه الممثلين الفصائل الثلاثه الاكراد والسنه والشيعه. اثنين انه يكون طلب في اشتراك مصر في قوه جماعيه مش 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 مصر مش تروح بمفردها. يبقى في موافقه الامم المتحده. يبقى في مظله دوليه ومفر دولي. لكن ان تذهب مصر بمفردها وقوات مصريه حتى لو بتمويل او بدعم من الملكي او غير الملكي اعتقد يبقى في خطوره عليه. سياده اللواء عندي رساله بتقول بمناسبه جيش العراق وداعش الضباط والجنود في سيناء كانوا يرفضوا الذهاب لتلقي العلاج بالمستشفيات حتى لا يتركوا اماكنهم اثناء الهجمات الشرسه للتكفيريين يوم 5 يوليو الاسود 2013. هذا هو الفارق، ايمان بالله، عشق التراب، احترام العلم، ضابط وافتخر. ده حقيقي. ما هو يعني ايه الكل بيسال ازاي الجيش العراقي فر امام هذه المجموعات الارهابيه من داعش 30,000 وتركوا محافظه من اكبر المحافظات وفي 2 مليون ده 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 النينوى دي فيها 2 مليون عراقي. لما يجي فيها حوالي نص مليون او حوالي مليون بيحاول ان هو يسيبها ويهرب قدام الناس دي، الجيش اللي موجود في المحافظه يسيب اسلحته ويفر. ده بنقول ايه؟ يعني دايما نحط في قدامنا الحته دي. جيش في اي وطن هو المغناطيس الذي يجمع هذه القوه، دي القوه المركزيه لاي بلد. ولذلك اول حاجه بتعملها امريكا اول ما تدخل اي بلد، وزي ما احنا للاسف كنا نط بالحظر الجوي، يعني هي تعمل القلاقل دي عشان الحكومه تيجي تتدخل يقول لك في حظر جوي عشان تبقى القوى متكافئه. اول ما تخش ما بيعملش حظر جوي، يروح ماسك القوات المسلحه مدمرها بالكامل ويبدا بالقوات الجويه. وده اللي حصل في امريكا في العراق وفي ليبيا. تمام، مفيش جيش، فمفيش مغناطيس يلم القوى دي جنبيه، الناس بتتقاتل لوحدها. لو جيش اي بلد فيه اي عدو فيه والجيش بيتدخل ضده عمر ما تقوم حرب اهليه. لكن لما جماعه بتقاتل جماعه هو ده ايه الذريعه بتاعت الحرب الاهليه. نيجي بقى للي حصل في جيش العراق وليه اللي بيدي فرق طبعا شتان بين ده وده. نعم. لما اعيد بناء الجيش بعد تدميره في 2003 بني جيش بلا عقيده قتاليه. يعني في دبابات، في طيارات، في جيش، في ناس مسلحين، انما اين هي العقيده؟ عقيده قتاليه يعني ايه؟ هي الاجابه على السؤال لماذا تقاتل. الراجل النهارده ده شايف الوطن بتاعه متفتت، بلده متفتت، طب هو يحارب مع الشيعة ولا مع السنة ولا مع الأكراد؟ طب هو منين؟ هو أيام صدام رغم أنه كان ديكتاتور إلا أنه كان كله في جيش واحد. اللي حارب إيران دي كلها كان الجيش اللي فيه الشيعي والسني والكردي في جيش وطني عراقي. على وطن، مفيش بقى إيه، مفيش الطائفية. فإذا الجيش اللي النهاردة بني على طائفية ولم يبنى على عقيدة الوحدة الوطنية فهو ليس بجيش، وبالتالي بمجرد ما بس قوي اي قوه قدامه ساب سلاحه وجري. نعم، دي ببساطه يعني. طيب شيخ خالد جاي لي معلومه عن المهاجر ان هو ولد في سوهاج وانضم لجماعه جهاديه اسسها ايمن الظواهري في 82 وهو النائب الاول لابو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش. هل ممكن يكون النائب الاول لابو بكر البغدادي موجود في سيناء؟ انا الحقيقه ما اتصورش ان سينا يعني ان بهذه الفوضى وان يكون موجود فيها. ده عباره عن يعني بخبرتي بالجامعات وفي الوضع في سينا دلوقتي والانهيار اللي فيه الجامعات وانها مخترقه وانه لا يمكن يغامر ويجيبوا نائب البغدادي هنا في مصر، لان الجامعات دي من اسهل التنظيمات اللي ممكن اختراقها. تكفروا ان تجندوا الامن موجود مصريين سهل جدا. دكتور ايام ابو مصعب الزرقاوي طبعا كانوا موجودين، وبعد ما مات ابو بكر ابو عمر ابو مصعب الزرقاوي اللي جه بعده كان بقى مع مصريين برضه. طبعا ما هو ريت بس اوضح حاجه في سينا بالذات تحديدا. يعني الوضع في سينا القبائل تعرف بعضها فردا فردا، ده رقم واحد. رقم اتنين يعلموا كل سينا شبر شبر من اللي فيها ومن المسؤول عن الاماكن دي. ما حدث في سيناء في فتره ما قبل 30 يونيو تمام، ان كان في ناس اللي هم التنظيمات اللي استخدمها مرسي وقدروا ان هم يغرروا ببعض الشباب واعداد قليله جدا.
هذه الاعداد من الشباب من سيناء، ولذلك هتجد ايه كل الاهداف. سيناء 61,000 كيلومتر مربع، كل اللي بيحصل في مسافه اقل من 1000 كيلومتر فوق في المنطقه الشمال، في الشمال في حوالي تمام، وقريبه من الانفاق. شغله الشباب اللي كانوا غرر بيهم دول ايه؟ هو تقديم الخدمات اللوجستيه او كادلاء، لان سيناء لو جينا نبص المسرح ده لو عايز تعمل حرب عصابات هي افضل حرب عصابات، انما لا يقدرون على هذا على الاطلاق في مواجهه الجيش المصري في الصحراء او في المناطق الجبليه دي. فلو الناس دي موجوده مش هتقدر تعمل حاجه، لان ايه؟ النهارده بقى شباب سيناء والقبائل بدات هي اللي تتصدى لهؤلاء الناس. اخترقت الجيش ما اثبت او سيطر على الوضع تماما، يعني اخر وضع اللي تدخل فيه قبائل في جبل المغاره كان شباب القبائل البدو بتوع سيناء هم اللي بداوا يتدخلوا ويحملوا السلاح ضد هذه الجماعات الارهابيه. ولذلك سيناء ان شاء الله ايام او شهور ولن يكون فيها ارهاب مره اخرى. انا اقول للكاري بس الاول ان المهاجر ده مش موجود في سيناء وناخد مليون دولار. انا عاوز يعني يعني السيادة اللي هو بتفق معاه الاول في موضوع سيناء، في موضوع الجيش المصري ان هو يروح العراق ده مستنقع طبعا ما يدخلش فيه، لكن العراق الكويت لو تعرضت لاي اعتداء لابد نعرف ان الجماعات ديت ما تقدرش تغزو دول، هي تستطيع ان تحدث صوده داخل الدوله. صح. لكن جيش منظم يهجم على دوله لن تستطيع. هم واخدين حبوب الشجاعه، ما اذا الكويت تعرضت لاي خطر فطبعا الجيش المصري واجب عليه انه يجده بسهوله، الجيوش العربيه هيقهر بمنتهى البساطه اي نقطه. النقطة الثانية برضو اللي أنا عاوز أقولها يعني نقطة تاريخية وذكرني بها الأستاذ أحمد ودرسها الغرب جيدا، يعني على الصراع بين الشيعة والسنة. الدولة العثمانية كانت منطلقة بعد ما أخذت البلقان ودخل على روما وكانت حتصل الأندلس، كانت هتضرب حصار حول البحر المتوسط، حصار اللي فات في الدولة مش الدول الأوروبية، الدولة الصفوية في إيران، الصراع اللي بينها وبين الدولة العثمانية هو اللي أوقف الغزو العثماني للدول الأوروبية. فيتعرف جيدا أن الصراع السني الشيعي مهم جدا لمصلحتها هي والدفاع عنها، عشان تبقى موقفة أي نوع من أنواع أفكار التمدد. اتفضل أستاذ. أنا شايف أنه التصريح كيري ووضع المكافأة لمن يعني يعطي معلومات عن أبو حمزة المهاجر في نفس اليوم اللي كيري قايل فيه أنه الوضع في العراق يتطلب نظرة دولية، وفي نفس الوقت الأوباما في نفس اليوم اللي أوباما قايل فيه انه كل الخيارات في التعامل مع الارهاب في العراق مفتوحه، اعتقد ان كيري بيهدف الى توسيع دائره الخطر بما يقنع المنطقه بتقبل التدخل الامريكي. يعني ان الخطر جاي من مصر، لا الدائره بتكبر والتساؤلات معاها بتكبر والتعاون لازم يكبر. يعني انت التعاون يعني يدخل معاه دول اوروبيه، يدخل معاه تحالف دولي، هو مش هيقدر يجي لوحده، هو اولا عنده حلف الناتو، هو مش يعني جاهز ليبقى غطى للتدخل الامريكي. امريكا يعني فتره اللي هي 10 سنين بتستخدم حلف الناتو كمخلب زي ما عملت في ليبيا على سبيل المثال. بس يعني هل النهارده الناتو ممكن ينجر معاها في هذا الموضوع؟ هو مش بينجر، هو اصلا يعني الحلف تابع لامريكا، بس يعني بس برضه في بلاد ليها عندها اوروبا قال النهارده الكويت يعني تقريبا قيادات فيها بتستغيث مما يجري من زي ما حضرتك قلت من شويه. نعم. طب الناس دي منين انهزمت في سوريا فقويت في العراق داعش دول؟ يعني ازاي الكلام ده حصل يعني؟ في دلوقتي ميزانيات بتدفع لهذه التنظيمات الارهابيه، واللي مطلوب منها اعمال احنا بنسميها هي الحرب بالوكاله. والحرب بالوكاله انا مش شرط ان انا استولي على ارض او احقق اهداف كبيره، ولكن هي يكفي ان هي النهارده جعل الحكومة في العراق تطلب تدخل من أمريكا. هو إيه مطلوب منه أكتر من كده؟ أي بس هو خيبان في سوريا، يعني واقف في سوريا منهار وحالته حالة سوريا في يخلص. جيش سوري، جيش قوي ليه قيادة رغم اختلافنا في أي شيء تاني، إلا أن ما زال هناك جيش سوري بقيادة بتنظيم ويعمل بعقيدة ويدافع عن أرض سوريا. أما في العراق فلا يوجد لا جيش ولا عقيده قتاليه ولا فكره مواطنه. واعتمدوا على ده فقدروا يدخلوا، واعتمدوا على كده ودخلوا خدوا 425 مليون دولار من البنك ويرجع فكره المواطنه. والاكثر من هذا في نقطه مهمه جدا، يعني الناس دي لما تدخلت وتدخلوا ضد او هكذا بدا ان هم ضد الحكومه الشيعيه في السنه،
ليهم مشاكل معاها مع الشيعة ومع الحكومة، فزي ما بقول ايه، عدو عدو صديقي، او ان هو بيعمل حاجة تباعوا القضية لحد ما نشوف تحلها ازاي. تماما، يعني هنا ايه التضامن مع بعض ضد عدو مشترك، ده اللي حصل، وده التخطيط اللي بتعمله اجهزة المخابرات في المنطقة، تدير كيف تحرك كل هذه القوى. يعني انا عايز اقول حاجة، لما اجد واحد رايح من هو رايح من كلهم رايحين في اتجاه هدف واحد، لا يمكن يكون ده تصرف عشوائي، لابد من قياده بتخطط، عقل مدبر بالظبط كده، وقياده واحده عارفه. لما كل الناس بتتحرك في اتجاه تمزيق الامه العربيه من كل الدول، بنشد الاطراف كلها في وقت واحد، من اليمن لسوريا للعراق لليبيا، وكله بيشد في نفس الوقت، عايز مين؟ عايز يمزق القلب من الداخل. إذا هذه استراتيجية مفهومة بأهداف مفهومة. طب عايز أسأل شيخ خالد، فين مقتدى الصدر؟ الحقيقة يعني من فترة، من يوم ما عمل مقتدى الصدر الميليشيات بتاعه كانت ميليشيات ضعيفة جدا ومضحكة جدا وملهاش أي قوة على الأرض. مش حتى بندقية فيل يعني يطلعوا بيها جوفاء من يوم ما وكان هو أعلن اعتزاله والعمل وهو نفسها. أنا الحقيقة الست اللي وقال الموضوع، وأنا داعش راحت في منطقة فيها تجمعات ضد المالكي ومظلومة، فيها الجيش العراقي اللي بيقولوا بقايا صدام، الجيش الوطني، دول وطنيين، الجيش الوطني فيها العشائر، لكن داعش ما راحتش جنوب العراق، لم تستطع في جنوب، لا تستطيع ان تفعل ذلك في جنوب العراق ولا في شمال العراق عند البشمركه، لا، لان دي منطقه شيعه. المالكي بيمهد لاستدعاء الحرس الثوري الايراني، يعني المالكي امريكا مش هتتدخل، الحرس الثوري الايراني جاهز، الحرس الثوري الايراني يستطيع في المنطقه قريب ويعدي قريب في المنطقه الجنوبيه لكن في المنطقه الوسطى في العراق لو دخل هيقاتلوا الجيش العراقي، هيقاتلوا العشائر، لكن بحجه داعش يعني اللي انحرش الثوري الايراني يستطيع ممكن يجي ممكن مصطفى العراقي بيقول المشكله ان الجيش انقسم الى سنه وشيعه وقتلوا بعضهم في الموصل وتكريت، هتخلص على ايه؟ حته من العراق على حته من سوريا تاخدهم داعش تفتحهم على بعض وتعمل دوله جديده سايكس فيكو جديده؟ والله المساله ربما يعني احنا في 30 يونيو القدر تدخل وانقذ مصر من ماساه تاريخيه، ربما النهارده جيش صدام زي ما الدكتور خالد قال الجيش الوطني طرحه مش طائفي، طرحه قومي عروبي، يحصل زي اللي حصل في ليبيا، ليه رنين عند يظهر خليفه حفتر عراقي في عراقي، ليه صدى وليه رنين عند القوميين العرب في في المناطق الشيعيه، طرحهم برضو غير طائفي وغير شيعي، ويعني شايف ان العروبه الان والطرح القومي هو الحل في العراق. ما يحدث في العراق هو الحلم لتحقيق الهلال الشيعي، ده احمد الساده. يعني حضرتك بتقول حفتر في نظر الكثير من المصريين بطل قومي ليبي، وفي نظر الليبيين ايضا، وفي نظر الليبيين ايضا، فهل احنا منتظرين بطل اخر يظهر في العراق فينهي كل ما قام به الامريكان على مدى 10 11 سنه؟ وفي الليله الظلماء يفتقد البدر، ليه ما يطلعش صلاح الدين؟ ده صلاح الدين طلع من الاكراد من هناك من نفس المكان ده، يطلع انسان رجل عربي قومي يوحد العراق مره اخرى. يعني اذا كان في اختلافات لن تبقى، الامه العربيه شافت ما هو اكثر من ذلك، وشافت من الضعف ومن الهوان، ولكن تجمعت ان مقومات الوحده عندنا في الامه العربيه اكثر من مقومات الفرقه، موجوده كل الامال، الالام، اللغه، القوميه، الدين، كل الكلام ده موجود، خدناه في المدرسه انا فاكر، خدناه وحافظينه في دمنا، مش بس محتاجين حد يسمعه لنا، بس الاجيال الجديده لا اطلاقا، ليه؟ هيفوقوا، في استفاقه دلوقتي، هيفوقوا، كل الناس دي هتعرف الوعي. انت سالت والالام المشتركه هتجمعهم النهارده. سألت حضرتك سؤال مهم جدا، قلت هل داعش هتاخد منطقه من سوريا ومنطقه من العراق وتقيم دوله؟ استحاله، هذه الجماعات وهذه الافكار ان تقيم دوله مستحيل، لم يستطع الخوارج على مر التاريخ من عهد علي بن ابي طالب، بلاش دوله، يعملوا منطقه معزوله، منطقه المعزوله هتنتج هيقاتلوا بعض، هينقسموا، دي سنه الله سبحانه وتعالى فيهم، والتاريخ بيثبت هذه، هينقسموا، داعش دي هتروح مقسومه لاثنين، القتال بينهم لحد ما يفنوا بعض زي الاميبا كده ولن يقيموا ابدا دوله. يعني هو بيقول الاسلام والحاكميه، ايوه بس هم يعني اللي انا فهمته من كلام حضراتكم كلكم ان هم ليسوا ذوي صفه،
ولا أهمية، ويروحوا مطرح ما يروحوا مش مهم، ولكن من يحركهم هو ذو الصفة اللي عايز يوصل ان هو يستخدمهم وبعدين يروحوا في 60 داهية هو يبقى حقق غرضه. ازاي هنتعامل مع اللي بيحركهم ده؟ نعمل ايه؟ الموضوع سهل سهل سهل، نتحد. مش في جامعة الدول العربية؟ احنا بنجتمع عمال على بطال، عملنا ايه؟ محمد العرايشي هو بيقول اذا لم تخرج جامعات الدول العربية من عباد امريكا ويتم اعادة هيكلتها واتخاذ قرارات سريعة لانقاذ الوطن فنحن نستحق القادم وهو الاسوأ. ده حقيقي. جامعة الدول العربية تنجح في مثل هذه الظروف؟ مش لازم جامعة كلها بكاملها، على الاقل ولو نقول ايه زي ما احنا النهاردة مع دول الخليج ومصر في نقول دفاع مشترك، في اتفاق اهداف، في اتفاق مصالح. قد يكون هذا التجمع على مستوى الشام، سوريا، لبنان، العراق، لابد أن تجمعهم مصلحة، المغرب العربي وليبيا. إذن احنا على الأقل تجمعات تتفق، نستغني عن تدخل الطرف الأجنبي. مش وما نطلبش من أي طرف زي ما عام غلطة جامعة الدول العربية وطلبت تدخل الحلف الأطلنطي في ليبيا وفي العراق، هي دي الكارثة بتاعتنا. كرجل تؤمن بالقومية العربية، هل تعتقد أن هذا الحل قابل؟ هي القومية هي الحل. الحل اللي تبعد بيه عن الحلول القطرية اللي أثبتت فشلها باليقين، والحلول الطائفية اللي أثبتت بمجرد ملامح كده أنها ذاهبين إلى كوارث. القوميه هي الحل، وفي يقظه شعبيه عربيه في الشارع زي ما قلت له لازم الجامعه الدول العربيه او الحكام العرب يبقوا على قد الشعور الجارف العربي دلوقتي. شوف انا مستشفى جدا الكرب هان، انا مستشفى دي مقدمه ان شاء الله لوحده عربيه يا رب قد تغيب سنوات ولكن ليست الى الابد. انا مستشفى جدا مصر الاتجاه الوسطي، الاتجاه القومي العربي الاسلامي الوسطي هو اللي تغلب. صحيح. الشعب الليبي شعب مش متعصب، سيسقط تطرف في ليبيا بسهوله جدا. الشعب الليبي شعب زي طبيعه الشعب المصري، بسيط سهل تدينه قوي، كل الجماعات دي مصيرها الانتهاء. صحيح. وان شاء الله سيشرق فجر جديد على المنطقه العربيه والمنطقه الاسلاميه والمنطقة العربية، وتنتهي تلك الجماعات إن شاء الله. طيب يعني للأسف وقتنا انتهى في هذا الحوار الجاد. الحقيقة الأطراف الحوار كلهم لديهم الكثير من العلم والمعرفة أضافوا بها لهذا الحوار اللي ممكن يمتد بينا ساعات، ولكن في النهاية وصلنا إلى بعض النقاط اللي احنا لازم كلنا كعرب نهتم بها ونتفق ونلتف حولها، وهي عودة فكرة العروبة مرة تانية. قبل ما اختم بس عندي هذا البيان اللي صادر عن صوت العراق اللي بيقول ظهرت قيادات عسكرية من الجيش العراقي السابق الذي حله الأمريكيون عام 2003 في الموصل خلال الأيام الماضية، إذ أعلن المجلس العسكري للمسلحين في المحافظة الساقطة عن سيطرة الحكومة العراقية عن تعيين محافظ جديد كان عسكريا في جيش النظام السابق. ووردت أنباء عن تداول أسماء عدة منهم العميد هشام الجماز واللواء ركن أزهر العبيدي من الجيش العراقي السابق لتولي منصب المحافظ، ولكن لم تؤكد شخصية المحافظ حتى اليوم. ألعاب أخرى بتحصل احتمال، الموضوع محتاج المزيد من النقاش. بشكر ضيوفي الكرام في القاهرة 360 سيادة اللواء نصر سالم أستاذ العلوم الاستراتيجية، شكرا لحضرتك يا فندم. وبشكر الشيخ خالد الزعفران.